السلام عليكم عمي مختار. هذه سيتروين سيتروا ايسونس 1.4 من عام 2003. عندي فيها مشكلة كونه الريجيم موتور ماهوش راكح، الار بي ام الابرة مش راكحة. تبدا ديجا كنت بعثت لك قبل الفيديو لكن اني ما اشتهتش، فهمتني؟ كي تثبت مليح في الابرة ماهيش معناها ماهيش راكحة، تبدا فيها شوية تطلع وتهبط. مشيت على اساس باش نعمل دياغنوستيك، مشيت لورشة عادية قال لي مادام فما حتى تيموا يشعل في التابلو ما نجمش طلع لك الديفو، حتى كان باش تهزها معناها الميكانيسيان راهو مش باش يطلع لك، فهمتني؟ ديجا ثم شوية رجع في حتى في الكاروسة الداخل وفي الموتور بيدو هكا تريف برا. مشيت ابعد من الكيك ومشيت عملت دياغنوستيك في دار سيتروين، طلعوا لي قالوا لي عندك سوند لومدا افال اللي هي قولوا احنا اللي بعد الكاتاليزور مش اللي نشوفوها معناها في كي تهز الكبوت، فهمتني؟ يا لندرا حسب خبرتك انت الصوت هذه تنجم تأثر على الحاجة هذه وإلا لا؟ وحاجة أخرى عم مختار، هو الوليد اللي يخدم في الدار غادي كي تكنيسيان وسع باله بارك الله فيه، قال لي هي عبارة عن خشم الموتور دي، مادام يتعطي في معلومة غلطة شي يولي كيما نقولوا الكالكولاتور ولا السيرفو نتاع الكهرباء، مرة يطلع مرة يهبط لانجيكسيون. الموتور فيه شوية رعشة شوية وبرا، أنا ما هوش ركح اندرا. حسب خبرتك عم مختار الصوند هذه تنجم يكون لها تأثير على معناها الرجيم اللي يبدأ ماهوش مستقر إلا لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.